السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض برنامج النفس وركس، دي المحاضرة رقم 2. دلوقتي أنا عايز أراجع شوية بس على اللي فات، خطوات بسيطة. أنا دلوقتي لو أنا اشتغلت الشغل كله على برنامج الريفت وعايز أحول للنفس وركس، هروح على أدنس، ومن أدنس هدخل على اكسترنال تولز. أدنس دي أدوات مساعدة، يعني أنت بتختار إيه اللي تطلبه، إيه اللي أنت محتاجه، تمام. ممكن تكون انت انشائي بتحمل حاجات انشائي، بتكون تكييف بتحمل لك مروحتين ثلاثه تشتغل بيهم. فبقول له ايه، من ادنس اكسترنال تولز نفس وركس، وبصدر المشروع اللي انا اشتغلت بيه، بصدره من ان دبليو اس. بدخل هنا في السيتنج، هتاكد بس من حاجه واحده بسيطه، اللي هي ان انا لما هصدر المشروع كله ولا الفيو الحالي بس ولا الحاجات اللي انا عاملها سيلكشن. اقول له انتاير بروجكت، واختار المكان اللي انا عايز اسيف فيه، وادي له اي اسم انا عايزه، واقول له سيف. بعد كده بروح لبرنامج نفس وركس، بقول له من قائمة اوبن، مشيت لفوق خلاص، وبختار المشروع اللي انا هشتغل عليه. ما بيظهرش حاجة عندي لان هنا ده ان دبليو اف، هختار ان دبليو سي، واختار المشروع واقول له ايه، اوبن. كده هو جاب لي الموديل بتاع الريفت، لا اكتر ولا اقل، لسه مفيش حاجة حصلت. تمام. طيب انا عشان ابدا اشتغل كويس لازم ابدا اشوف المشروع بتاعي بيتكون من ايه. فبدخل هنا في السيلكشن، ببص بلاقي المشروع بتاعي بسيط جدا، فبقول الفاونديشن، دي الحاجات المكافئة للفاونديشن. تمام. انا عايز انظم المشروع بتاعي، فباخد من السيلكشن احط في الست، ادخل في السيلكشن اقول له مثلا الفاونديشن انا عايز الاستراكشر هو اول حاجه، اقول له هنا اعمل لي فاونديشن استراكشر. تمام. ارجع تاني اشوف ايه اللي موجود. انا عملت سيلكت على الوول، يمكن هي مش ظاهره معايا دلوقتي بس هتظهر بعد كده لما اختار ليفل واحد، او اختار السيلينج، او اختار الليفل اتنين، هيبدا يظهر معايا الشغل بتاعي. تمام. نلاحظ ان هو كان عامل حاجه بتساعده اثناء الشغل انا مش محتاجها، ممكن اعمل لها سيلكت واروح قايل له ايه، اقول له ايه، هايد. تمام. طيب انا هاجي هنا في الفاونديشن وول، اقول له اعمل لي ست فاونديشن وول، دي بتساعدني على ان انا اعمل سيلكشن اسرع. تمام. اجي بعد كده اقول له في الليفل واحد الليفنج روم، انا ببدا اشوف الجدول الزمني بتاعي ايه اللي انا هشتغل عليه الاول، وايه اللي بعديه، وايه اللي بعديه، هبدا انظم الشغل بتاعي بالطريقه ديت. ليفنج روم، ممكن يكون انا مثلا هشتغل في حاجتين في نفس الوقت، اروح اعمل لهم سيلكت. ممكن انا اكون محتاج حاجه معينه اعملها سيلكت واحطها في ست لوحديها. ليفنج روم، ادخل بعد كده مثلا في ليفل واحد، الاقي ان انا مثلا عندي كذا حاجه، هبدا اشوف ايه اللي هبدا بيه الاول. في ليفل واحد الفلور، طبعا اقول له اعمل لي الفلور الاول، واحد فلور. الاسامي ملهاش مشاكل دلوقتي، يعني ممكن بعد كده نتعلم طريقه بتسرع موضوع الاسامي دوت، بس خلينا نمشي بالطريقه العاديه الاول. طيب ايه اللي بعد كده عايزين نحطه؟ الفرنتشر طبعا مش محتاجينه، البراون فيكشر لا، السبيشال، الستير، الاستراكشر كولوم، واحد استراكشر كولوم. بعد الاستراكشر كولوم في تاني الوول، واحد وول. تمام. هل في حاجة تانية؟ في طبعا، في عندك الدور، الويندوز، انت بتشوف الوول والويندوز دول هل انت عايز تحطهم في نفس الحاجة ولا لأ. ممكن تكون انت هتعملهم الاتنين في نفس الوقت، او ممكن تكون تعمل ده لوحده وده لوحده. السيلينج ده طبعا مع الليفينج روم،
اجي هنا اقول له سيلينج سيلينج ماشي. ليفل 2 نبدأ نشوف احنا محتاجين ايه فيه. دي الحاجة اللي احنا خفناها، دي كانت روم، ان هو عامل روم تمام، بس احنا مش محتاجينها فخفناها. طيب انا محتاج ايه؟ اول حاجة الفلور، الارضية بتاعت الدور التاني، اقول له 2 فلور. طيب بعد ما حددنا الفلور ايه تاني؟ هناخد الاستراكشر، ممكن ناخد الاتنين دول كده مع بعض، استراكشر تمام. طيب في ايه كمان؟ الوول، الروف لاين، ممكن نحطه في واحدة لوحديها روف تمام. الفكرة ان انت تتعلم طريقة، يعني انت اكيد هيجيلك مشروع تاني غير دوت، فانا كل التركيز ان احنا بس نعرف الطريقة، وبعد كده كل واحد يشتغل بيه التسمية اللي هو عايزها، يشتغل بأي حاجة هو عايزها، عايز يسمي دي فراخ، عايز يسميها محشي، الليمبي، براحته مفيش مشكلة تمام. طيب دلوقتي انا بدأت قسمت المشروع اهوت، زي ما انت شايف انا بعمل سيلكت لأي حاجة بتيجي كلها مرة واحدة، مبضطرش ان انا اقعد ادور عليها. طيب انا دلوقتي عايز ابدا اربطها بالجدول الزمني، اروح اقل له تايم لينير تمام، ادوت تايم لينير. هنحاول دلوقتي نربطه من غير جدول خارجي، من غير برامافيرا ولا اسم بروجكت ولا اي حاجه خالص، المجرد بس ان احنا نعرف الطريقه وبعد كده نربطها مفيش مشكله ان شاء الله. اول حاجه هقول له اد تاسك، فبيقول لي دي التاسك دي هل هي اكتف ولا لا، اسمها هتسميها ايه، خلينا نسميها اول اسم فاونديشن ستراكشر، ومش لازم تكتبها بالظبط، يعني انا هكتبها دلوقتي اف اس تي ار، انت مش لازم تكتب الاسم ده هو ده تمام. التاريخ البلاند ستارت والبلاند اند، انت مخطط تبدا امتى ومخطط تنهي امتى، والاكشوال ستارت والاكشوال اند، والنوع المهمه دي هل هي كونستراكت هتبني ولا ديموليش، هتهدم ولا تمبوراري، حاجة هتعملها مؤقتا وتروح شايلها تمام. اقول له انا دي هبنيها، لو ما اخترتش دي الجدول كأنك ما عملتش حاجة، هتيجي تعمل سيميليت مش هتلاقي حاجة اتعملت، فلازم اقول له ايه كونستراكت. هنجرب في مرة خلي كده تاسك من غير اي حاجة خالص، هتلاقي ما ظهرتش معايا تمام. البناند ستارت، انت مخطط تبدأ امتى؟ قول مثلا 27/6 اللي هو تاريخ النهاردة، مخطط تنهي امتى؟ يعني هنرمي الفاونديشن وبتاع، احنا عالم جامد قوي ممكن نعملها ايه في يومين مش عارف، خلينا ندي اي رقم كده مجرد احنا بندي مثال تمام. طيب انا اخترت التاريخ هنا ليه ظهر معايا اهوت، ممكن اقول لا ده انا عايز اظهرها بالاسابيع، ابدا اعمل زوم شويه على الايام تمام. طيب هو دلوقتي ايش عرفه ان دي هي دي، يعني حتى لو اديته نفس الاسم هو مش هيفهم، لازم اعمل ايه عشان يفهم؟ ادوس هنا كليك يمين واقول له اتاش واقول له فاونديشن ستراكشر، كده حصل لها انها بقت اتاش معايا تمام. طيب نجرب حاجه كمان، فاونديشن وول، اجي هنا اسمي دي فاونديشن وول، طبعا هدي له تاريخ بعد التاريخ دوت تمام. ولازم اجي هنا كونستراكت، طب ازاي هيفهم؟ ادوس كليك يمين واقول له اتاش فاونديشن وول. طيب ده التاسك، هنا ببدا اظبط المهام بتاعتي، وسهل جدا، في برنامج بينافس النفس وركس اسمه سينكرون واقوى، بس هو محتاج واحد يكون دارس برومافيرا تمام. وانت لو اتعلمت النفس وركس كويس هتلاقي نفسك تدخل السينكرو، هي بس ايه يومين ثلاثه تلاقيك اتعلمته ما دمت عارف برومافيرا، يعني لو عندك خلفيه حلوه في البرومافيرا وخلفيه حلوه قوي في النفس وركس واشتغلت بالاثنين هتلاقي السينكرو ده سهل جدا تمام. ده التاسكس، هتلاقي هنا المهام، داتا سورس، ده اللي انا بربط بيه بالجدول الزمني، بربط الموديل بالجدول الزمني، بضيف البعد الرابع،
كونفيجر ده ببدأ اظبط الالوان، يعني بقول له مثلا ايه، لو انا هبني اديله اللون الاخضر، طب اللون الاخضر مش واقعي اديله لون اصفر، ده هتحس ان هو فعلا لون البنى. سيموليت بيبدأ يظهر لي الحاجات وهي تتبني. بدأ يظهر لي ديت، ليه بدأ يظهر لي دي؟ لان انا عندي التاسك بتبدأ يوم ايه، 27/6، فهنا هو بادئ الجدول الزمني من يوم 27/6، فدي ظهرت معايا. لا انا مش عايزها تظهر معايا، انا عايز ايه، اخلي التاريخ قبلها بيوم. فهاجي هنا لسيتنج واقول له اوفر رايد، انا عايز انا اختار التاريخ، ما حدش يختار لي، انا جاي ادفع فلوس، فما فيش حد يقول لي لا انت تاخد دي وما تاخدش دي، انا اخد اللي على مزاجي. واقول له ايه، اوكي تمام كده اختفت. اقول له بقى ستارت او بلاي، بدأ يظهر. اول ما تخلص هيبدأ في المهمة، او اصفر لانه لسه لانه شغال دلوقتي تمام. الحاجة اللي بعدها حاجة صغيرة، فهي دي بس اللي ظهرت تمام. يبقى احنا كده فهمنا ازاي نربط الجدول الزمني. يبقى انا هاجي في التاسك ابدأ اعمل المهام بتاعتي، وكل مهمة اربطها بحاجة هنا تمام. يعني الليفنج روم مثلا اجي هنا اديها اسم ليفنج روم، انا متعمد ان انا ما اسميش نفس الاسم عشان الناس ما تفتكرش ان انا اول ما اكتب الاسم هنا هو ده اللي هيظهر هناك. اختار بقى تاريخ 7/2، خليها مثلا 7/3 تمام. او ممكن تشتغل على البنانة ستارت او الاكشوال ستارت تاسك تايب، اخليها كونستراكت، ادوس كليك يمين هنا واقول له اتاش ست ليفنج روم تمام. تعال نروح لسيموليت ونبدا نشوف المشروع. طب لسه هنقعد دلوقتي ده كله؟ هو المفروض انا ابيعه كام، 20 ثانية؟ هقول له اخليها 7 ثواني. اشمعنى 7 ثواني؟ اشمعنى 20؟ هو رقم تمام. اقول له بلاي، هو عشان بس ايه ما نقعدش 20 ثانية نقعد نتفرج على الحاجة. ما فيش حاجة ظهرت ليه؟ احنا هنا اخر تاريخ عندي كان كام، 5/7، يبقى اقعد هنا في السيموليت واقول له ايه، انت هنا لحد 2/7، لا خليها 10/7. اوكي ابدأ اشتغل اهي، بدأت الليفنج روم ايه تظهر معايا. فهمنا القصة عاملة ازاي تمام. انا اخترت الليفنج روم، لو ركزت معايا هتلاقي ان الاساس نفسه بدأ يظهر تمام. انت ممكن تعمل ايه، تيجي هنا واقول له فين الليفنج روم، اهي الليفنج روم، انا عايز كل دول، عايز كل دول ما عدا الفرنتشر، يبقى حدد دي ودي 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 ودي. او انت ممكن تقسمهم اصلا في جدول الزمني، بس انا بدي مثال كده بسيط اهو، انا حددت كل دول ما عدا الفرنتشر. واجي هنا في الست، ادخل في الفاونديشن وول، في الليفنج روم اقصد، الليفنج روم، واقول له ايه ابديت. يبقى انا كده لما اختار الليفنج روم اعمل لي سيلكت عليهم كلهم ما عدا الفرنتشر، ولما تيجي في السيموليت هيعملهم كله ما عدا الفرنتشر تمام. فهمنا الفكره دي، هتسهل عليا بعد كده ان انا اعدل في الاختيارات بتاعتي، والحاجه اللي اخترتها هنا خلاص هي مربوطه بينها، وانا مش محدد عناصر، هو انا محدد ست معينه تمام. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل خالص. امبارح كنت بدي، اول امبارح كنت بدي كورس نفس وركس بالانجليزي 8 ساعات الحمد لله. كان في حاجات برضو كانت ناقصه في الريفت فطولنا شويه الحمد لله. قبل ما الكورس يخلص اثناء الكورس عملنا ورشه عمليه، وخليت الناس عملوا المشروع كلهم بنفسهم من غير ما يتدخل فيه، وفعلا طلعوا مبنى كامل، وبداوا يشوفوا البعد الرابع، وبداوا يشوفوا المبنى وهو بيتبني، وبدأوا يشوفوا الناس اللي بتسرق حاجات على جنب والشاونة والحاجات دي كلها تمام. بدأوا هم عملوا المبنى كله ووروه للمدير، فكانت حاجة كويسة يعني تمام. فالبرنامج مش صعب تمام، مش من اختراع الذرة، البرنامج سهل جدا، مجرد ان انا بربط الموديل بجدول الزمن تمام. طيب تعال نحط مثلا حاجة او اتنين كمان. الدور الاول وان فلور تمام، هنبدأ نقول له بلاند
خلينا نقول له من 5. لو انا عايز انقل بالشهور بدوس هنا كده، هنقل من شهر لشهر، ممكن ادوس هنا هنقل من سنة لسنة. تمام. طيب كونستراكت. طب لو انا عايز اعمل جدول زمني للاكشوال، يبقى هاجي هنا في الاكشوال، ادخل التاريخ، وانا في السيموليت اقول له سيتنج، اقول له ايه، انا عايز بالاكشوال مش بالبلانت. تمام. ممكن اقول له بالبلانت اكشوال ديفرنس، يبدا يشوف ايه الفرق. اقول له تاسك، لازم ادوس هنا كليك يمين واقول له اتاش، واشوف انا دور في وان فلور. خلاص يبقى انا اختار الفلور الاولاني. هنضيف واحده كمان اللي هي الاستراكشر كولوم. هو الصح ان انا اسمي نفس الاسامي بالظبط، بس انا بعمل كده اساس اوريك ان مش لازم، ان هو مش اجباري، وان هو مش بيربط ده بده، لا انت ممكن تسمي اي اسم. ومن كان الصح ان انا امشي على تسمية ستاندرد في المشروع كله، فلازم الاسامي دي تبقى هي الاسامي اللي هناك، تبقى الاسامي اللي هناك كنوع من التنظيم. يعني انا بشتغل في الشركة بنظم الشغل بتاعي بحيث ان الاسامي دي هتبقى نفس الاسامي دي، هي نفس الاسامي مثلا في البرامافيرا، هي نفس الاسامي في الريفت. خلاص هو حاجة ستاندرد حطيناها لنفسنا ومشينا عليها. تمام. خلينا ما نحطش الكونستراكت. تمام. ما دام انت ما حطيتش الكونستراكت يبقى مش هيشتغل. تعال نبص كده في ستيموليت، ونيجي هنا نلعب في التاريخ شوية. يا ده بدأ يظهر، ده بدأ يظهر اهو، الفلور بدأ يظهر. الأعمدة ما ظهرتش. ليه الأعمدة ما ظهرتش؟ لأن أنا ما جيتش هنا وقلت له كونستراكت سيموليت، عشان انت بتطبق هتلاقي الاعمده ما ظهرتش، تبدا تفكر ما ظهرتش ليه، اللي حصل. تمام. الموضوع هو بسيط جدا وسهل جدا، ولو حبينا نعمل المشروع كله مفيش اي مشكله خالص، مش هياخد وقت، بس الفكره على اساس الناس ما تزهقش. طيب انا دلوقتي عايز اربط الموديل بالجدول الزمني، هدخل في الداتا سورس واقول له اد، اقدر اشوف ايه الحاجه اللي انا هبدا عايز اربط بيها. ممكن تربط ببروجكت مانجمنت، برامافيرا بروجكت مانجمنت، سواء اللي هو الويب سيرفيس او بالإزار السابع او الثامن، مفيش اي مشكله خالص. تمام. او بالمايكروسوفت بروجكت، سواء ده او ده مفيش اي فرق بينهم، مفيش اي فرق بينهم. تمام. يعني سواء انت ربطت ده او ده، نفس الشاشه اللي هتظهر لك ونفس كل الكلام اللي هيظهر لك. فانا هقول له بروجكت ام بي اكس، ده جدول كان معمول على البرمافيرا وصدرناه للام اس بروجكت. تمام. ده او ده، تعال نختار دوت. جاب لي الجدول دوت، بيقول لي دي الخلايا اللي موجوده او الكولوم اللي موجوده في قلب النفس وركس، عايز تربطها في ايه؟ في البرمافيرا. فانا بقول له البلانت، ببدا اشوف ايه البلانت ستارت. تمام. ممكن تكون انت في البرمافيرا حاطط المعلومات في ايرلي ستارت. تمام. يعني ممكن تكون انت بتشوف انت حاطط البلانت في انهي خانه. انا هنا حاطه فين؟ في خانه اسمها ستارت. طيب والاند فينش. طب والاكشوال؟ الاكشوال كل الحاجات دي في البرومافيرا. اكشوال ستارت، اكشوال فينش. تمام. ممكن لو انت عندك الماتيريال كوست او الليبر كوست او الاكيومنت كوست، او عندك في رقم للاي دي، مفيش اي مشكله خالص. اربط خلادي بالخلادي. اوكي. نروح للتاسك هنلاقي مفيش حاجه فرقت. تمام. تعالى نلغي دول عشان نحس بالفرق. انا ربطته بيهم بس مفيش حاجه ظهرت هنا. امتى يظهر؟ لما اجي هنا في التاتا سورس وادوس هنا كليك يمين واقول له ريبيلد تاسك، هيعمل ايه؟ تدخل في التاسك تلاقي كل الحاجات اللي في البرومافيرا او في الام اس بروجكت بدات تظهر. تمام. خلي بالك انا لما حركته فوق بيقول انت عايز تحط انهي ناحيه،
انا متعود احطه تحت خالص تايم لينير، تمام؟ اه مظبوط كده، تمام. الملف دوت بتاع مشروع تاني، لان ده اصلا مشروع انا واخده من الملف اللي جاي مع اوتوديسك، مع نفس وركس اوتوديسك، فانا ربطته باي ملف تاني مجرد بس ان احنا نفهم الفكره، ما يعني ما لقيتش ان هي لازم ان احنا ايه نعاد نفسنا في حاجه صعبه شويه. لا قلت ايه، نشوف اي حاجه سيمبل موجوده تبع اوتوديسك بحيث اي حد يقدر يحملها، والملف ده ممكن تحمل اي ملف لو انت عايز تجربه، او انت تجرب في مشروع انت شغال عليه في الشركه، او هنحط لكم الملفات برضو احتياطي بحيث لو حد عايزها مفيش اي مشكله خالص. احنا عايزين بس نفهم الفكره، مش محتاجين نعمل مشروع، المشروع ده مش هنسلمه، تمام؟ طيب يبقى انا اول حاجه بعملها ان انا بفتح ملف الريفت بتاعي، بقول له داتا سورسز، وبقول له اد، وراح رابطه بالام اس بروجكت، ولازم اجي هنا كليك يمين واقول له ريبيلد. طيب بفرض وانا شغال الملف اتغير بتاع البرامافيرا، كل اللي انا اعمله هاجي هنا واقول له ايه سنكرايز، يعمل ايه سنكرايز، يجيب لي اخر معلومات موجوده في البرامافيرا. طب لو انا عدلت في الموديل بتاع الريفت، ادخل على الريفت واجي هنا واشغل نفس وركس سويتش باك. يعني ايه سويتش باك؟ يعني ادي اخر حاجات انا عدلتها للنفس وركس. لازم اجي هنا الاول واقول له شغل لي سويتش باك، واجي هنا في النفس وركس واجي على المشروع وادوس كليك يمين واقول له ايه سويتش باك، هات لي اخر معلومات حصلت في الريفت. واوتوماتيك لو انت بتفتح النفس وركس، فتحت الملف بتاع النفس وركس، هو اوتوماتيك بيروح للريفت ياخد منه اخر تعديلات حصلت، تمام؟ طيب انا دلوقتي لما اجي سايف هيقول لي انت سايفت ان دبليو سي، انا عايزك دلوقتي سايف ان دبليو اف. ان دبليو اف بيكون في معلومات اكتر، ان دبليو سي مجرد المعلومات اللي موجوده في الريفت. ده بيجيب لي التعديلات اللي اتعملت في قلب نفس وركس. ان دبليو دي دي نسخه دوكيومنتيشن تحس اعرف ان انا مثلا من شهر كنت وصلت لفين، فاقول له ايه سيف يا عم عشان نختلف كتير، تمام؟ طيب يبقى انا هاجي هنا تاسك، هل الجدول الزمني بتاعي موجود؟ اه موجود. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط اهو. اقدر اعدل هنا؟ تقدر تعدل. طيب اقدر اضيف حاجه؟ اه اقدر اضيف، تمام. طيب طيب احنا مش هنركز على الاسامي، احنا مجرد بس عايزين نربط ده بده. ادوس هنا كليك يمين واقول له اتاش 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 اتاش، خلي بالك لو انت عملت اتنين ورك ست بنفس الاسم مش هيشتغلوا، يعني هتيجي تربط هيربط معاك، بس تيجي تعمل سيموليت هتلاقي مفيش حاجه بتتحرك، تمام؟ طيب خلينا نعمل سيموليت كده ونشوف ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه حصلت نهائي. ليه؟ لسببين. اول سبب ان انا ما جيتش هنا عملت ايه، خليت ده كونستراكت. اه طب انا هعدي على واحده واحده فيهم؟ لا، هاجي هنا من اول واحده اقول له دي كونستراكت، واجي على اخر واحده وادوس شيفت واعلم عليهم كلهم، واطلع فوق خالص وادوس كليك يمين واقول له ايه فيل داون. تاني هاجي هنا اختار واحده بس فيهم كونستراكت، بعد كده اعمل سيلكت لكله وادوس في اي حته كليك يمين واقول له ايه فيل داون، فهو هيبدا يحط كل الحاجات دي يحط لها كونستراكت، تمام. طب تعالى بقى نشوف السيموليت في جزء اتعمل ايه اللي حصل. هنا عند التاريخ من كام لكام، انا قلت لك في سببين. هنا البلاند عندي من كام، من 1/4، وخلص كام 24/8، 1/4 ل 28/8، 1/4. يبقى اجي هنا اقول له 1/4 نختار مارس عشان ابقى قبلها بيوم، لو هنا في شهر 8، 8 اللي هو اوجست اللي هو جاي من الامبراطور اغسطس، اقول له مثلا خلينا في اول سبتمبر 1/9. اوكي طيب نبدأ نعمل محاكاة، هو هنا بيقعد 7 ثواني. شو
فهمنا الفكرة؟ فهمنا الفكرة؟ فكرة سهلة وبسيطة جدا، ان انت تربط بين الريفت، الموديل بتاع الريفت، تربط بين الجدول الزمني، فتضيف البعد الرابع. تمام. من الحاجات برضو اللي بتسهل الشغل، انا شايف ان هو سهل بس في حاجات برضو بتسهل الشغل، اللي هي ايه؟ اوتو اتاش يوزنج رولز. هحط رولز، ايه الرولز ديت؟ دي رولز موجودة، بقول له مثلا ايه، اول ما تلاقي اسم تاسك، تمام، او اول ما تلاقي اسم ست متوافقة مع اسم خلية او صف في قلب في قلب البرومافيرا، اربطهم ببعض. تمام. هي دي قاعدة احنا بنحطها على سبيل المثال. هيت بقول له ايه، اول ما تلاقي التاسك في التايم لينير، الاسم هو نفس الاسم اللي موجود هناك، وافق عليها. بمعنى تاني، لو انا استوردت خلية موجودة هنا في قلب البرومافيرا وجت معايا هنا، الاسم ده هو نفس الاسم اللي هنا، كنت مسمي ده احمد وده احمد، ده الحاج احمد وده الحاج احمد، وجيت هنا وقلت له اعمل اوتو اتاش وعلمت على اول واحدة ديت، اللي هو ايه، شوف لي الاسم اللي هنا هو نفس الاسم اللي هنا، خلاص اعمل اتاش ليها، كأن انا جيت على خلية خلية ودوست كليك يمين وقلت له اتاش واخترت دي، ما دام الاسم هنا هو نفس الاسم هنا، خلاص اعمل اتاش من نفسك، ما تستناش ان انا اجي اقول لك، انت مش صغير. تمام. عايز اعمل قاعده جديده، بقول له نيو وابدا اشوف انا عايز اربط ايه بايه، بقول له مثلا انا عايز اربط النيم بايه تاني. تمام. دي من ضمن الحاجات اللي بتسهل. البرنامج سهل ومفيش اي مشكله خالص، في امكانيات جبارة لسه هنبدأ نشوفها مع بعض، زي موضوع الكلاش ديتكشن، زي موضوع الحصر، زي موضوع الانيميتور، زي موضوع الريندر، زي موضوع السكريبتر. هنبدأ نشوف حاجات كتيرة في قلب البرنامج، بس هو البرنامج مشهور بموضوع التايم لانير وان هو بيضيف البعد الرابع. الحصر يعتبر البعد الخامس، الناس كانت بتشتغل على كوانتك اوف، خلاص كوانتك اوف من 2013 وقف، في 2014 نفس وركس بيعمل حصر ثلاثي الابعاد، في 2015 بيعمل الحصر ثلاثي الابعاد وثنائي الابعاد، وكويس جدا ان هو بيقبل لوح الاوتوكاد على اساس تبقى معاك المشروع كله في ملف واحد، وتشوف ايه الحاجه اللي ناقصه وتبقى موجوده معاك هنا. تمام. طيب خلينا نبدا نشوف التاسكس. خلاص 100 100. لو انا عايز اظبط الخانات ديت، اجي هنا اقول انا عايز البيزك، انا عايز حاجات اساسيه بس، او عايز الستاندرد، او عايز كله ما دام ببلاش كتر كاستم، هبدا اشيل الحاجات اللي انا مش عايزها، اشوف كولوم ونشوف الحاجات اللي انا مش عايزها. تمام. وايه الحاجات اللي انا عايزها؟ انا عايز النيم، عايز البلانت، ممكن اكون انا عايز الاكشوال تاسك تايب، لازم اساسي، الاتش اساسي. تمام. اظن دول اهم حاجات بالنسبه لنا دلوقتي، دول ان احنا خدناهم بحيث نوفر مساحه. الداتا سورسز عرفنا ازاي نربط، ممكن اقول له ديليت او اقول له ريفريش لو انا عايز اخد اخر ريلود، او اقول له سنكرونايز من هنا، او اقول له اديت لو انا حسيت ان في حاجه من الخلايا غلط. انا اخترت ستارت واكتشفت ان هي المفروض ايه، ستارت ايرلي ستارت، خلاص باجي هنا اقول له ايرلي ستارت واقول له اوكي، خلاص تتظبط. الكونفيجر ببدا اظبط اللون، ببدا اظبط هل ايه الاند، لما اخلص خالص يعني الفترة دي اليولو دي اثناء الفتره الزمنيه، يعني انا قلت مثلا دي هتتبني من يوم 1/1 ل 10/1. تمام. طبعا ده كل ده بفكر فيه، واللي بيحصل حاجه تانية خالص. طب لما اخلص يعمل هايد ولا يديك اللون الاحمر ولا يديك لون اخضر ولا يديني لون الموديل زي ما هو بيظهر؟ العاده ان انا بقول له ايه الموديل. طيب لو انا بكسر حاجه اقول له هايد، اخفي الحاجه دي، يعني انا مثلا كان عندي مبنى قديم وانا كسرته خالص، اقول له ايه، اخفيه. تمام. مش عايز اشوفه تاني. ممكن تيجي هنا تبدا تخصص درجه الالوان، هل تبقى خفيفه شفافه زي ما انت عايز. السيموليت مفيش اي مشكله، هقول له سيتنج وابدا اظبط بالبدايه والنهايه، وابدا اظبط اوفرلايت تكست لو انت عايز فيه كلام يظهر هنا، ممكن تقول له مثلا عايز التاريخ مثلا يظهر معايا ده الاسبوع،
عايز هركزة، عايز الفونت نفسه، تختار لك فونت، ممكن تخليه يكتب التكلفة، بدأت تظهر معايا اهيت. تمام، انت عايز يبدأ يحسب بالايام ولا بالاشهر ولا بالثواني، ولا تبدأ تشوف ايه الانسب ليك؟ عايز يقعد كام ثانية اشتغل؟ عايز الكتابة دي تظهر في التوب ولا في النان ولا في البوتوم؟ تمام، الانيميشن. طيب انا دلوقتي ما عنديش انيميشن اربطه بيه، هعمل انيميشن سريع زي ما اتعلمنا واربطه بيه. تمام، انا ندخل في التاسك اقول له ايه زي ما اتعلمنا في يو بوينت، ممكن اقول له انا عايز صورة. تمام، وبعد كده ايه الف المبنى شوية، وخد لي ايه صورة تانية، المبنى يضحك عشان الصورة تطلع حلوة. سريع جدا ان انت تعمل بيه انيميشن ويطلع شكله حلو مفيش اي مشاكل خالص. تمام، نقول له هنا دي مقفولة. طيب اقول له خد له صورة كمان، اخد له كام صورة كده، ممكن اعمل سيلكت عشان الف حوالين العنصر دوت، اقول له ايه سيف. طيب هاجي هنا كليك يمين واقول له اد انيميشن، تمام كده انا عملت الانيميشن وابدا اشوف. طيب في طريقة تانية، في طريقة تانية ممكن تحبها انت برضه، اقول له ريكورد. تمام، وابدا احرك المبنى، الحركه اللي انت بتعملها بتسجل، فخليك حريص وانت ايه بتسجل الفيديو دوت. اقول له ستوب، تمام، يقول له ايه بلاي. طيب انا عايز ابدا اعدل فيها، اجي ادوس هنا، هي عباره عن لقطات، ابدا اشوف ايه اللقطه اللي غلط او اللقطه اللي انا وقفت فيها، مثلا عايز الغي دي، اقول له ديليت ديليت ديليت، تلغي اللقطات اللي انت مش عايزها، وتغير ممكن تخلي حاجه قبل حاجه. يعني الفيديو ده عباره عن صور او فريمات، انت بتخلي واحده قبل واحده مش هتفرق، المهم انها ايه تبقى حاجه كويسه، يعني ما تقعدش تاني النقلات فظيعه بين واحده من اليمين واحده من الشرق، هتلاقي الكاميرا جريت معاك سريعا جدا. تمام، فدي انيميشن عملناه سريع. خلينا نختار انيميشن دوت، وادخل هنا في سيموليت سيتنج، اقول له اربط لي ايه اللي حصل، ما بقتش الكاميرا ثابته، بدأ ياخد الحركه بتاعت الكاميرا من هنا. تمام، دي فكره ان انا اعمل تايم لينير لنفس وركس. يعني اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط ومفيش حاجه خالص. تمام، ممكن دلوقتي نشوف موضوع الانيبل سيكشن. كده انا فعلت سيكشن، مجرد ان انا جيت في الفيو بوينت وقلت له انيبل سيكشن. طيب استفاد منه ازاي؟ هاجي هنا اقول له وريني البوكس، انا عايز اشوف على الهيد بوكس، وابدا احرك زي ما انت شايف كده. تمام، ودي هتسهل عليا كتير قوي، يعني دي من ضمن الحاجات السهله ان انا اعمل انيميشن سريع من غير ما ادخل اي جدول رايح خالص، اخد لقطه كده. تمام، اخد لقطه كده في الفيو بنت، اخد لقطه، وبعد كده هاخد لقطه تانية واقول له اعمل فيديو بينهم، يبقى كده انا عملت فيديو لما هو بيتعمل في ثانيه. ماشي، الفيو بوينت، اخد لقطه كده واخد لقطه كده، اد انيميشن، طيب تعال نشوف الحركه كده، ده مجرد بس حاجه كده بتشتغل بيها المالك، ان انت تقول له ان انا عملت لك حركه في قلب المبنى. من الحاجات الكويسه جدا ان انت بتبدا تتحكم فيهم، يعني ممكن اقول له روتيت وابدا اتحكم فيه،
ايه اللي انا عايزه يظهر وايه اللي انا مش عايزه يظهر، تمام؟ تعملها بشكل مكعب مايل كده براحتك زي ما انت عايز. ممكن تقول له فيت انا عايز اشوف المبنى كله، ممكن تقول له انا عايز اشوف بلان، وتبدأ تحرك البلان زي ما انت عايز. ممكن تقول له سيف فيو بوينت، تمام؟ البرنامج فيه شوية إمكانيات حلوة، بيديك شوية تحكم رائع في الأدوات. وعندنا هنا أدوات برضو، فيه إن أنا أبدأ ممكن أتحرك، ممكن إن أنا أبص حواليا، فأنا في السكشن دوت، ممكن إن أنا ألف حواليا لو أنا موجود في أي مكان، كأنك أنت فعلا في الموقع وبتدور على حاجة معينة. ممكن اقول له انا عايز لوك ات، تعلم عن اي نقطة تلاقي نفسك رحت ناحيتها، بقت هي في نص الشاشة بالظبط. وممكن اقول له فوكس، انا عايز افوكس على حاجة معينة، تمام؟ زائد ان انا ممكن استعين باي اداة من الادوات ديت بسهولة، بان انا اجي ادوس هنا في الستريتنج وولز تبدا تظهر معايا، اقول له انا عايز الريوند. ايه الريوند ديت؟ ده بيجيب لي اخر مشهد كنت انا فيه. ممكن انا اكون مثلا الكاميرا فلتت مني ولقيت نفسي في الفراغ ومش عارف انا فين، تمام؟ فاقول له ريوند وابدا ارجع لاخر حاجه اللي كنت موجود فيها. تقدر ترجع زي ما انت عايز. وربط ده معروف في 3 دي ماكس وفي الاوتوكاد وفي الريفت، بيبقى عندي نقطه وابدا اتحرك حواليها، تمام؟ اتمنى يكون الدرس واضح، وان شاء الله في المحاضرات الجايه ان شاء الله هبدا اتلقى الاسئله كلها، سواء على منطقه الدارين او مواويس البيم او اي طريقه، اي املتها اي رساله تيجي اجمعها مع بعض ونجاوب عليها، ونبدا نكمل شرح في برنامج نفسوركس. انا عايز ايه يا ترى؟